صباح الخير طلاب. صباح النور دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم إن شاء الله راح نكمل ما تبقى من محاضرة الأسبوع الماضي about the Echinococcus granulosus or the hydatid disease، وإن شاء الله نلحق نكمل أو نتحدث عن another species belong to the cystoid. This is the tinea species. In the last lecture, we talk about the Echinococcus granulosus as the causative agents of a very important parasitic disease. سميناه بالهايداتيد ديزيز أو هايداتيد سيست، وتحدثنا عن المورفولوجي مالتها، وأعتقد أيضا شفتوها ب يوم الخميس بالسلايدات بالعملي. شفتوا الأدلت، شفتوا الإيج، وأيضا شفتوا مقاطع بالسيست نفسه، مكوناته، الفايبروس كبسول واللامينيتد لاير جيرمينال لاير، إضافة إلى البروتو سكولسيز. ذكرنا بالأسبوع الماضي أنه عندنا another or more than one species belong to this جينيوس. إذا أحد يتذكر من عندها أو إذا كنت أو قريت المحاضرة، عندنا Echinococcus granulosus وعندنا three species أخرى تنتمي لنفس هذا الجنس. أحد يقدر يجاوبني هذول السبيشيز الأخرى؟ نعم دكتور، بالنسبة لي كينوكوكس قصدك؟ إي نعم، إي إبراهيم. كينوكوكس جرانديوسيس وكينوكوكس مالتي لوكيولاريس. تمام، وبعد عندنا النوب غيرهم. يعني يعني دكتورة أكو أنا حافظ المرض مالتها، اي محمد باقر. اي المرض مالتها أعتقد الأخيرات يتمومهم ما تسمين بولي سيستيك هايدات السيست. تمام، دكتورة عاش جدا، ممتاز. دكتورة إيكوكوناس فوغلي وذي الثانية فوجل، تمام، والثانية اوليغوثراس، صح. احنا أوليغوثيراس. عندنا فور سبيشيز، تمام، مثل ما جاوبهم زملائكم ابراهيم ومحمد، ممتاز. انه عندنا فور سبيشيز تنتمي لهذا الجينوس. كل الديزيز او كل اربعتهم تسبب نفس الديزيز، هو هايدات سيست بس بانواع مختلفه. يعني شلون بالملاريا كانت عندنا كلها ملاريا بس انواع مختلفه، عندنا اليوني لوكيولر هايدات ديزيز تسببه الاكينوكوكس جرانيولوسس، اللي هي طبعا من الناحيه الطبيه اهم واحده. تيجي بعدها بالمرتبه الثانيه اكينوكوكس مالتي لوكيولاريس، اللي هي مسببه للمالتي لوكيولار هايدات ديزيز. وعندنا التو سبيشيز الاخرى مثل ما ذكروا زملائكم، اللي هم الاكينوكوكس فوجيلي اند اوليغوثراكس. اوليغوثراس هذول اثنيناتهم اكثر شيء تصيب الانيمالز، الحيوانات والقوارض، كمضاعف وسطيه ونهائيه، ونادرا جدا ما تصيب الانسان. لذلك من الناحيه الطبيه تعتبر نجلكتد، يعني غير ذات اهميه، لانه اصاباتها جدا نادره وقليله جدا. ممتاز، ممتاز طلاب. انا طبعا هذه كلها المشاركات مالتكم هاي تحسب لكم درجات، ولو انا دا الاحظ هم اصلا نفسهم الزينين ونفسهم كل اسبوع هم اللي دا يشاركون. نحث الباقين انه ايضا يكون لهم حضور وتواجد بالمحاضره، يعني مو بس تصنط او تفتح الموبايل وتاخذ لك غفه. عندنا تحدثنا عن الهايدات سيست، قلنا هذا هو اللارفال ستيج، اللي هو الطور اليرقي او الوسطي من مراحل اللايف سايكل بالنسبه للطفيلي. Now I will talk about the types of hydatid cyst. انواع عندنا من الهايدات سيست. النوع اللي تحدثنا عنه الاسبوع الماضي هو النوع اللي يسموه باليوني لوكيولار، احادي التجويف، يوني لوكيولار هايدات سيست. هذا من قلنا يوني لوكيولار يعني with single cavity، مثل ما واضح قدامكم بالعرض اذا واضح. This type usually less than 5 cm in diameter but occasionally may grow to 20 cm or more in size، يعني ممكن يوصل الى 20 سنتيمتر او اكثر حسب طبعا الميتاستسايزنج مالته. فلذلك انا يمكن راويتكم بالاسبوع الماضي عده صور، اكو احجام صغيره، احجام كبيره، حسب نشاط الباراسايت. يكون حاوي في حاله الاحجام الكبيره السائل يكون موجود بداخله تقريبا يوصل الى 2 لتر.
هذا النوع مثل ما تحدثنا بالأسبوع الماضي surrounded by two layers, laminated and germinal layer. وألسو this is surrounded by thick fibrous capsule اللي هي احنا ايش قلنا عنها هذه الثيك فايبرس كبسول او سميناها بالسيدوسيست والها تسميه اخرى قلنا يسموها ادفنتيشيا. هذه احنا ايش اعتبرناها هذه الفايبرس كبسول؟ احد يقدر يجاوبني؟ دكتور، الفيروس كبسول تعتبر يعني الهوست رياكشن تمام, جرانيلوم. هوست. ممتاز ابراهيم, اللي هي الهوست تيشو رياكشن مثل الديفنس ميكانيزم, وكانما فد اليه دفاعيه او مناعيه من نفس المضيف, من نفس جسم المضيف, انه يحصر الباراسايت او يحيطه بهذه الكبسوله حتى ما ياخذ راحته بالانتشار او ما ياخذ راحته بالامتداد والضغط على الاعضاء المصابه. دكتورة ممتاز. عفوا، بس للتذكير يعني وصلنا سلايد 42 ذيك المحاضرة. اي تمام, هو انا هسه وياكم دا اكمل ما تبقى من بقيه المحاضره. تمام طبعا دكتورة. احنا اللي هذه الفايبرس كبسول قلنا as a defense mechanism from the host. احيانا بعض الهاي داتد سيست احنا ذكرنا انه يكون بيها بروتوسكولوسيز و برود كبسول, احيانا تكون فارغه ما بيها لا بروتوسكولوسيز ولا برود كبسول, يعني ما لها القابلية على أنه يصير بها توالد ريجنريشن أو ما ممكن أن تتحول إلى سكندري هايداتد سيست. هذا النوع نسميها عقيمة, سترايل هايداتد سيست. There is a sterile hydatid cyst without broad capsule and without protoscolices. هذه إلها تسمية أو مصطلح لاتيني يسموها أسيفالوسايت, على اعتبار أنه الأي, وجود حرف الأي ينفي وجود السيفالوسايت اللي هي الرؤيسات الأولية والبرودو, عفوا البرود كبسول. فهذا النوع يسموها بالستيرايل هايداتد سيست أو نسميها بالأسيفالوسايت. Another type of hydatid cyst, هذا قلنا النوع الأول اليونيلوكولار يسموه. النوع الثاني نسميه بالأوسيوس هايداتد سيست, أوسيوس هايداتد سيست اللي هو هذه التسمية الأوسيوس عظمية, تعني أنه يتكون داخل العظام, هو نوع من الأكياس المائية اللي تصيب العظام. Form inside the bone, so it's take their shape, تاخذ شكل العظم لو كان مثل من العظام الطويلة أو العظام القصيرة, فهذا السيست ياخذ شكل العظم. It's composed of general germinal layer and no laminated layer and no fibrous capsule. إذا فقط يتكون من طبقة واحدة أو تحيط بطبقة واحدة فقط, الجيرمينال لاير, الطبقة المولدة, ماكو لامينيتد لاير ولا اكو فايبرس كبسول. لذلك قلنا هذا النوع ياخذ شكل العظام, it's grow inside the bone cavity and takes its shape. It's contain few hydated fluid and أغلب أنواع الأوسياس hydated cyst تكون من نوع العقيمة sterile, أغلب أنواعها تكون من النوع العقيم. The common site of the formation of this type is the upper end of the long bone, ribs and vertebra. وتسبب الأوسياس hydated cyst تسبب erosion of the bone and lead to the necrosis and bone fracture. النوع الثالث اللي هو الالفيولر هايداتد سيست, واضح قدامكم طلاب الداتا شو الصور؟ نعم دكتور. تمام. الالفيولر هايداتد سيست او الى تسميه ثانيه يسموه مالتي لوكيولر هايداتد سيست, مالتي لوكيولر هايداتد سيست, متعدد التجاويف. من اسمه مالتي لوكيولر يعني متعدد التجاويف, مقارنة باليوني لوكيولر ذاك شنو كان؟ كان سينجل كافيتي. هذا هو اللارفال ستيج اوف اكينوكوكس مالتي لوكيولارس. مثل ما ذكر زميلكم محمد انه عندنا بولي سيستيك ايضا هايداتد سيست, هذا احنا ما اتطرقنا له لانه مثل ما ذكرنا انه هو اللارفال ستيج اوف الثيرد اند فورث سبيشيز اللي هم الفوجيلي اند اوليغوثراس, واللي هي من الناحيه الطبيه يعني اكوردنج او كورسبوندنج تو ذا ميديكال امبورتنس تعتبر وذ little medical importance أو نعتبرها neglected, في شيء مهمل أو قليل الأهمية الطبية اللي نادرا ما تصيب الإنسان. نرجع إلى الالفيولار هايداتد سيست, هو larval stage of echinococcus multilocularis. It's composed of
numerous small irregular cavities، عدة تجاويف أو عدة ردهات أو سبيسات. Filled with a jelly-like matrix, each species is separated from other by connective tissue. يفصلها أو يفصل هاي التجاويف connective tissue أو هاي الردهات، واللي يتميز به هذا الالفيولر أو المالتيلوكولر هايدات السيست إنه ما ينحط بفايبرس tissue reaction، ماكو فايبرس كبسول. So this type is more dangerous than unilocular hydatid cyst. ليش أكثر خطورة من اليونيلوكولار هايداتد سيست؟ دكتورة يعني مباشرة بس يصير بيغبطة يسوي بد الارجي انافلاتيك شوك. تمام، هاي واحدة من النقاط. النقطة الثانية انه طالما احنا قلنا، احنا مو قلنا اكو فد ديفنس ميكانيزم اللي هي الفايبرس كبسول اللي يعني خلينا نقول تحصر للباراسايت او تحد من نشاطه، تحد من انتشاره، هذا هنا أنا ياخذ راحته لانه اصلا ماكو فايبرس كبسول، فالميتاستسايزنج مالته اتس مور ذان اور لارجر ذان يوني لوكولار هايداتيد سيست، بيكوز ذس ريزن يعتبر هذا هو اكثر خطوره، اتس مور دينجرس ذان يوني لوكولار هايداتيد سيست. فهسه اصبح عندكم واضح الفرق بين هذول النوعين، فرق اكو من ناحيه التركيب وفرق ايضا من ناحيه الاصابه او خطوره الاصابه، هذا ليس مور سيريس اند مور دينجرس ذان ذا يوني لوكولار هايداتيد سيست. الاكينوكوكس مالتي لوكولاريس هي another species واللي يسموها commonly name as fox tape worm، لانه قلنا المضائف النهائيه مالتها هي نوع من الريد فوكس، الثعالب الحمراء. طبعا احنا عندنا بالعراق يعني اكثر شيء بالمناطق الشماليه موجوده، بالجبال بالموصل ايضا حالات مسجله من المالتي لوكولار هايداتيد سيست، اما بالنسبه لليوني لوكولار هايداتيد سيست اللي هو الاصابه بالاكينوكوكس جرانيولوسس مثل ما ذكرت لكم الاسبوع الماضي انه يتركز بالمناطق الغربيه الانبار او بعض المحافظات الجنوبيه اللي احنا نسميها حوض الفرات الاوسط على جانبي نهر الفرات، هاي المناطق اللي تكثر بها رعايه الاغنام والمواشي اللي تعتبر هي طبعا الهيربيفورس انيمال والانترميديت هوست فور ذيس باراسايت. طبعا اللايف سايكل متشابهه بين الفاينل والانترميديت هوست، بالفاينل هوست طبيعي تكون موجوده الادلت بالانتستاينال تراكت او بالسمول انتستين مالته، واللارفال ستيج تنمو بالانترميديت هوست. الفرق بين اكينوكوكس مالتي لوكولاريس اند اكينوكوكس جرانيولوسس انا اعتقد يمكن تطرقت للاسبوع الماضي انه فقط عندنا بالجرافيد سيجمنت او الجرافيد بروجلوتيدز هي القطعه الحامله للبيوض تكون بالاكينوكوكس جرانيولوسس وذ لاترال يوتراين برانش بها تفرعات، اليوترس يكون متفرع، اما بالنسبه للمالتي لوكولاريس تكون وذاوت لاترال يوتراين برانش غير متفرع. هذا السلايد يوضح امامكم السبيشيزين الثالث والرابع اللي ذكرناهم او ذكرونا بهم زملائكم اللي هم الاوليغوثراس اند فوجيلي، واللي قلنا هذه ريرلي انفكت هيومن، نادرا ما تصيب الانسان، والنوع اللي يتسببه من الهايداتد نسميه بولي سيستيك، بولي سيستيك هايداتد سيست. ايضا بها ديفينيتيف هوست فاينل هوست اللي هي اكثر من يعني انواع اكلات اللحوم البريه المعيشه مثل حتى القطط الوحشيه الجاغوار تعتبر فاينل هوست بالنسبه لها، وبالنسبه للانترميديت هوست انواع من القوارض تكون مشموله، اما بالنسبه للانسان فهو يعتبر يعني اتس فيري ريرلي اكسيدنتال هوست فور ذيس باراسايت، انترميديت هوست فور ذيس باراسايت. بهذا السلايد طلاب راح نتحدث عن تكوين الـ formation of daughter cyst. ذكر زميلكم قبل شويه فد عباره انه احيانا يتعرض السيست الى ربتشر، انه ينفجر خصوصا اثناء مثلا التداخل الجراحي او حتى مثلا اذا كان موجود بالرئه، حتى يصير اثناء الكافينج ممكن يصير بربتشر. فالخطوره انه احيانا يتكون دوتر سيست او احنا نسميها سكندري هايداتد سيست، اكياس بنويه يعني يولد يفرخ الكيس يبدي يفرخ دوتر سيست.
فأكو نظريات أو فرضيات تفسر توليد الدوتر سيست أو السكندري سيست. من هذه الفرضيات أنه التوليد يكون اندوجينيوس، داخلي أو داخل السيست. شلون يتكون؟ يصير أحيانا انفصال detachment of the fragment from the germinal layer. احنا اذا تذكرون قلنا انه هاي الجيرمينال لاير هي عباره عن فد طبقه بيها خلايا، وهاي الخلايا بيها انويه، اذا لها القابليه على الانقسام والتوالد والتكاثر. اذا هي راح تكون مكان الاسكشوال امبليفيكيشن داخل السيست. فاحيانا تنفصل قطع من هذه الجيرمينال لاير وتتحول الى دوتر سيست، الى كيس بنوي. هي تتحوصل تسوي نفسها بشكل كرة وتنملي بالسائل، يعني vesicularization of the protoscolices filled with the fluid وديفلوب إلى daughter cyst. أحياناً يصير بعض الفرضيات الأخرى تقول أنه يصير regressive change of the broad capsule and secrete outer laminated layer. البرود كبسول هي نفسها جزء من امتدت، إذا يعني قريت المحاضرة هي امتدت كنتوء من الجيرمينال لاير، فهي عبارة عن طبقه من الجيرمينال لاير. احيانا يصير بها فد تشينج معين او تغييرات معينه ضمن فسدجه الباراسايت، فتولد داير ما يدورها لامينيتد لاير. خلاص هاي طالما جيرمينال ولامينيتد يعني صارت كيس، فاذا هذا تكون دوتر سيست، يعني داخل السيست تكون سيست. فهذه من الفرضيات اللي تفسر توليد الدوتر سيست، بس شنو قلنا؟ اندوجينيوس، داخلي. اكو فرضيات اخرى او يعني تفسيرات اخرى تقول انه ممكن يتولد خارجي، اكزوجينيوس المنشا، خارجي اكزوجينيوس فورميشن. This type formed as a result of high cystic pressure which cause herniation or rupture of both germinated and laminated layer. يصير احيانا زياده ضغط داخل السيست، وبسائل وبمكونات، وهذه المكونات لها القابليه على التكاثر، مثل ما قلنا asexual amplification، تكاثر عذري ما تحتاج هنا انه يكون اكو اعضاء تناسليه male و female reproductive organs. هي نفسها الرؤيسات تتوالد او تكون برود كبسول، والبرود كبسول كذا، فيصير اكو ضغط داخل الكيس يؤدي الى حصول تشققات هيرنيشن وربما رابتشر اوف بوث germinated and laminated layer or germinal and laminal layer laminated layer، فيتحول إلى daughter cyst. فإذا ممكن أن يكون ال daughter cyst ينشأ للخارج exogenous formation، أو ممكن يكون للداخل endogenous formation. تفسير توليد ال daughter hydatid cyst is described as the protection for the parasite for long survive. يعني حتى من يحس الباراسايت انه هو الفيتاليتي مالته بدات تقل او بدات تتاثر، الحيويه مالته از افكتد باي ميكانيكال اور كيميكال افكت، فيبدي شو يسوي حتى يطول عمره، حتى يزيد من فتره بقائه فور لونج سرفايف، شو يسوي؟ يبدي يكون هذه الدوتر سيست، او احنا قلنا نسميها او لها تسميه اخرى نسميها سكندري هايداتد سيست، برايمري اند سكندري هايداتد سيست، دوتر اند جراند دوتر، وهكذا. فيولد هذه الاكياس البنويه حتى يزيد من فرصه وجوده او بقائه فور ذا بروتكشن فور ذا باراسايت، وين ذا فيتاليتي اوف parasites germinal layer is affected by mechanical or chemical effects، سواء كانت تأثيرات كيميائية أو فيزيائية يتعرض لها الباراسايت، يحس أنه حيويته بدأت تتأثر أو تقل، فيقوم شو يسوي؟ يولد هذه الدوتر سيست أو الدوتر هايداتد سيست. مثل ما ذكر زميلكم إبراهيم قبل شوية أنه ممكن الكيس يتعرض إلى رابتشر، ممكن يتعرض إلى انفجار أو تمزق. There are different types of rupture of hydatid cysts such as spontaneous rupture or during coughing in case of pulmonary hydatid cyst, aspiration of fluid from the cyst for the diagnosis and through the surgical interference أثناء التداخل الجراحي. واثناء السحب، اثناء من اريد اني اسوي دايجنوستس، لذلك احنا قلنا هاي الطريقه خطره وتحتاج الى فد شخص
يكون عنده يعني هاي اكسبيرينس بروفيشنال بالسحب، مو اي واحد يجي ممكن يسحب من السيست عند الشخص المصاب سواء كان باي منطقه من مناطق الجسم فهو محفوف بالخطوره، لانه ممكن يعرض السيست الى التمزق او الانفجار. الرابتشر اوف هاي دات سيست كوزز ريليز the cyst components which leading to allergic manifestation which may lead to the urticarial rash and the pruritus, fever, gastrointestinal disturbance and abdominal pain, formation of secondary hydatid cyst, توليد أكياس مائية بنوية أو ثانوية. and الأخطر من هذا كله اللي ينشأ هذول مجموعة complication تنشأ من انفجار السيست اللي هي السيفير انافيلاكتيك شوك، هذه اند سدن ديث، حتى تعرض المريض الى الموت المفاجئ. شلون تصير هذه السيفير انافيلاكتيك شوك؟ احد قرا المحاضره انا يعني اعطيتكم اياها، هي كلها دكتورة مسبقه. دكتورة الفلويد يدخل البلاد ويسوي لنا انافلاكتيك شوك. تمام، الفلويد يدخل الى السيركوليشن اور سيركوليتوري سيستم، ممتاز ابراهيم. يدخل هذا طبعا يعتبر انتيجين، فورين انتيجين، فراح تتكون ضده، تتكون ضده انتي بودي داخل السيركوليشن او السيركوليتوري سيستم، فتتكون معقدات يعني انتيجين انتي بودي كومبلكس او انتيجين انتي بودي رياكشن، هاي نسميها بالانافيلاكتيك شوك. انافيلاكتيك شوك اللي ممكن طبعا ان تنشا بسبب التعرض الى اي فورين سبستانس، واللي من ضمن هاي الحالات هو دخول الهايدات فلويد الى البلد، فنشوف يتعرض احيانا المريض قلنا الى السدن ديث. This is a sudden life threatening allergic reaction characterized by dilatation of blood vessels with a sharp drop of blood pressure، انخفاض حاد بالبلد بريشر، يصير عنده برونكيال سبازم، شورتنس اوف بريث، ضيق بالتنفس، بعد ما يقدر يتنفس قلنا ربما تنهي حياته، فلذلك احنا اعتبرنا هاي الحاله لايف ثريتنينج الرجيك رياكشن، لايف ثريتنينج الرجيك رياكشن ديو تو ذا سيفير انافيلاكتيك شوك وين ذا هاي دات فلويد انتر ذا بلد سيركوليشن. هذا الـ 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 الكلام كله يخص الـ rupture of hydatid cyst and complication released from this case، شلون او شنو ينشأ من انفجار الاكياس المائيه لاي سبب كان من الاسباب الاربعه المذكوره اعلى. هذه مخاطر او الليت سيكوالي او احنا نقول نسميها complication from the rupture of the hydatid cyst. طبعا من نجي نتكلم بهذا السلايد عن الباثوجينيسيس اوف هايداتد سيست، بالبدايه احنا الهوست رياكشن اللي تحدثنا عنه الاسبوع الماضي واليوم ايضا تطرقنا له، قلنا انه الافتر هاتشنج من يفقس من البيضه او ينحل قشره البيضه الايج، الهكساكانس امبريو هذا الجنين السداسي عفوا الاشواك راح يخترق penetrate the intestinal wall ويهاجر عن طريق السيركوليتوري سيستم، قلنا راح يوصل الى اماكن مختلفه من الجسم. الفيرست فلتر اذا تذكرون من هو كان؟ دكتور الليفر والسكند اللانج. ممتاز، الفيرست الفلتر هو كان الليفر، وبعدين بالدرجه الثانيه تجي اللانج، ثم تنزل الى بقيه الأعضاء، وانطيناكم بوقتها نسب مئوية للإصابة، أنه أكثر نسبة مئوية هو الفيرست فلتر اللي هو الليفر تقريبا 60-65 بذاك الحدود. Any site of deposition or any site of resting، وين ما يقعد هذا أو يستقر هذا الجنين راح يولد، قلنا it will evoke the typical cellular reaction which include infiltration of cellular components of immune system، استجابة مناعية تحدثنا عنها، أنه يجي هذا الجيش من الخلايا الجهاز المناعي مثل الإيزينوفيل، الليمفوسايتس، الجاينت سيل، البلازما سيل إلى آخره، وتولد حول استجابة مناعية as the host defense mechanism، سميناها بالفايبرو فايبرس كبسول. فهذه هنا الاستجابة المناعية نسميها البري انسيستمنت فيس، ما قبل التكيس، ما قبل التكيس.
اللي بعدها راح يبدي يتولد انواع من الانتي بودي نسميها بالبوست انسيستمنت فيس، مثل الاي جي جي، الاي جي ام، الاي جي اي. هذه اذا عندنا السيلولار اند هيومرال اميونيتي ار انديوسد ديورينج ايتش فيسز، اثنيناتها تتحرك او تشتغل نوعين من الاستجابه المناعيه السيلولار اميونيتي اند هيومرال اميونيتي خلال هذول الستيجين او هذول الفيسين اللي هم قبل التكيس وبعد عمليه التكيس. بالحالتين هذول اثنيناتهم از insufficient to eliminate the parasite في حالات يعني كثيره من تكون الاصابه او الكونتاميشن از هيوج والاصابه تكون مور ريسكي، حتى هذول الاستجابتين المناعيه تكون غير كافيه للحد من نشاط الباراسايت. لكن في حاله قلنا اذا يعني الاصابه تكون يعني ضعيفه او تكون من نوع المناعه قويه للجسم، فتكون كافيه للتخلص من الباراسايت، حتى انه الهايداتد سيست اذا حصرتها هذه الفايبروس كبسول ممكن يصير قديم اولد هايداتد سيست، يكبر بعد يصير بي سكليروز اور كالسيفيكيشن ويتكلس يجف السائل بداخله والباراسايت يموت will die due to the lack of the nourishment، بعد تنقص عليه المواد الغذائية، بعد ما يدخل لمواد غذائية نشاطه يقل، فيتعرض أو يتعرض إلى خلينا نقول الجفاف أو التكلس ويموت الباراسايت. هذا طبعا في حالة إذا قلنا هذه الهوست شو رياكشن اشتغلت تمام وتوليد الانتيبادي أيضا اشتغل تمام، يعني الاميون سيستم تكون هنا كامله او تامه. الكلينيكال بيكتشر او السيمبتومز من الاصابه او الناتجه من الاصابه بالاكياس المائيه تكون مختلفه طبعا حسب الجزء اللي يصيبه الكيس المائي او اللي ينمو به هذا اللارفال ستيج، مثلا بالليفر شكل، باللنج شكل، بالكدني شكل، بالبون شكل وهكذا. فمثلا in the liver mostly in the right lobe hepato is characterized by hepatomegaly, pain, obstructive jaundice due to the congestion of the bile duct are the usual manifestation. بينما مثلا باللنج راح يكون اكو اختلاف بالاعراض، مثلا يصير كف، هيموبتسز نزف او نفث دموي، chest pain، dyspnea constitute a clinical picture in the infection with the lung. بالكدني ممكن يصير inflammation of the parenchymal tissue of the cortex, pain and hematuria، احيانا يصير عند المريض hematuria. مثلا بالسباينال كورد، بالبرين يصير هدك، vomiting، نوبات من الإبيليبسي اللي هي الصرع، تكون الإصابة إذا كانت بالبرين أو بالسباينال كورد خصوصا بالرايت أند ليفت هيمسفير. مثلا بالبون مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه يؤدي إلى الإيروشن، الكروسز أند باثولوجيكال فراكتشر. إضافة إلى ذلك يضاف إلى كل هذول الكلينيكال بيكتشر اللي قلنا تعتمد على مكان وجود الباراسايت depend on the local sign، عندنا نوع من الإصابة اللي هي تحسس allergic reaction or hyper sensitivity to the echinococcal antigen. هاي قلنا وين تصير أدمن عند الأشخاص إذا تذكرون من حكينا على الإبيديميولوجي الآخرين، ما أريد بس إبراهيم ونفس الأشخاص يشاركون، آخرين أين أنتم؟ 108 إذا أشيل آني 106 107 حاضرين. طلاب دكتورة، طلاب صوتي واضح؟ دكتورة واضح السؤال بس عادي ممكن؟ أي تبارك. احنا قلنا ماما قلنا عندنا هذول الكلينيكال بيكتشر ذكرناهم، قلنا تختلف المانيفستيشن او يعني الاعراض السريريه لهذا المرض تختلف حسب مكان وجود الباراسايت، اذا بالليفر شكل، اذا باللنج شكل، اذا بالكدني الاصابه شكل وهكذا. بس اخر نوع اذا قدامك السلايد تشوفين هايبر سنسيتيفيتي تو ذا اكينو كوكال انتيجين، اكينو كوكال انتيجين
نوع من الرياكشن، يعني الاليرجيك رياكشن، او نسميها هايبر سنسيفيتي، تحسس للاكينوكوكال انتيجين. هذه انا ذكرت بالاسبوع الماضي انه تصير عند اشخاص معينين. مثل من هذول الاشخاص المعينين؟ دكتورة immunocompromised patients. ايه فاطمه؟ immunocompromised patients. الايدز بيشنت، الدي ام، لان هم امينو كومبرايز يعتبروا. لا لا، مو الاميونو كومبرومايز. احنا انا ذكرت لكم تذكرون انه اكو اشخاص دايركت كونتاكت ويا ويا الاكياس المائيه ويا الحيوانات المصابه. مثل من يعني دايركت كونتاكت؟ يا الفلاحين دكتوره، الفلاحين، البوتشرز، القصابين، بعد يباعون الاغنام، اي عفوا، اطباء البيطريين، الاطباء. ممتاز ممتاز، الاطباء البيطريين اي ذكرناها، بس انتم ظاهر يعني لو قارين لو ما قارين بتركيز، ذكرناها الاسبوع الماضي وانطيتكم اياها بالمحاضره، انه عندنا اشخاص معينين الاوكيوبيشن، الوظيفه مالتهم تحكم عليه او تجبره انه يكون بتماس مباشر مع مكونات الكيس المائي، اللي هم مثلا الاطباء البيطريين، الباحثين، شخص مثلا طالب دراسات باحث يشتغل على اكياس مائيه راح يكون بتماس مباشر مع الفلويد، هاي المكونات الكيس المائي. القصابين، هذا من يذبح الذبيحه وبعدين يلقى الكبد مصابه وما يهتم، لا هذا شال الكبد المصاب، هاي اذا انتبه، اذا ما باعه اصلا ولا انتبه انه يكون مصاب. ذب بالقاع، جت القطط والكلاب السائبه اكلته. فهذولا قلنا يكونون بتماس مباشر، يعني وظيفتهم او طبيعه عملهم تحكم عليه ان يكون with direct contact with the fluid or with the cyst contents، فهذول يتعرضون الى هذا النوع من التحسس، الهايبر sensitivity reaction او allergic reaction to the echinococcal antigen، لان احنا اعتبرنا السائل الموجود داخل الكيس اعتبرنا antigenic material. وذكرنا لكم ايضا الاسبوع الماضي انه يستخدموه فور سيرولوجيكال تيست، وحتى اذكر انه ابراهيم نفسه جاوبني الاسبوع الماضي انه اكو في التيست، هسه راح نجي نتكلم عنه بالتشخيص، نسميه الجازونيز تيست، يستخدم لل as the for يعني سيرولوجيكال diagnosis for the hydatid infection. Now in this slide we talk about the diagnosis، شلون اشخص الهايداتيد سيست. عندي ثلاث آليات للتشخيص. أول آلية أنتم كأطباء بالمستقبل إن شاء الله اللي هي الكلينيكال دايجنوسيس باي هايداتيك ثريل. هايداتيك ثريل is very indicating sign. ثريل هذا شنو؟ هذا صوت. يعني هسه أنتم تخيل عندك إملي فد يوم، جرب إملي لك فد كيس مي وحركه هالشكل بإيدك، راح تسمع صوت. هذا هو الهايداتيك ثريل، صوت الكيس المائي. هذه طبعا يسمعها الطبيب، يعني for a clinical diagnosis it's very indicating sign. وتجي بعدها ال radiological examination by x-ray, CT scan مثلا, ultrasonography reveal the diagnosis in most cases. و for more confirmation تعقبها this is followed by laboratory diagnosis, التشخيص المختبري either directly or indirectly. Direct method نسحب جزء من الكيس او جزء من سائل الكيس طبعا by finding the protoscolices and the broad capsule in the hydatic fluid، نسوي له aspiration ونفحصه بمساعده المجهر، سائل نخليه على نخلي قطره من عنده على السلايد ونفحصها. بس هذه قلنا الطريقه is very dangerous، خطره or more serious not recommended، ما يوصون بها because will lead to the rupture of hydatid cyst and consequent anaphylactic shock. حتى اتخلص من هاي الخطوره، هسه ايضا نجي نتكلم شلون نتخلص من هاي خطوره انفجار الكيس، حتى يجوز اني مضطره انه اسحب من الكيس او مضطره انه اجي، يعني انا كأنتو ان شاء الله بعد عقبه من يصيرون واحد منكم يصير جراح، مضطر انه يزيل الكيس او يشيله جراحيا، شلون يعني ظل خايف انه لا ينفجر هذا الكيس؟ اكو طبعا فد اليه احنا حتى نحد من خطوره انفجار الكيس. طالما اني بعدني بهذا السلايد، بس حتى
ما انسى انه عندنا البروتوسكوليسيز قلنا منه فحصها بالمجهر او البرود كبسول، الفايابيلتي مالتها او الحيويه، شلون اعرف انه هاي الرئيسات حيه او ميته، بيها حياه لو ما بيها، تشتغل لو ما تشتغل، اقيسها باي ستيننج وذ 0.1% اكويس ايوزين سوليوشن، صبغه نسميها صبغه الايوزين، هذه نخلي قطره من عندها على او نخبطها ويا ماده السائل اللي نسحبه ونخليها على السلايد، فهذه الصبغه اذا انصبغ بيها البروتوسكوليسيس انصبغت بيها معناها هي ديد ميته، فالديد بروتوسكوليسيس ادزورب ذا داي while those they are viable completely or partially exclude the dye. No color is observed. اللي ما تتلون او ما تنصبغ هي الحيه، اما الميته هي اللي تنصبغ بصبغه الايوزين. اضافه الى ذلك نشوف بها حركه للخلايا اللهبيه الفليم سيل، نعرف انه هي حيه. ممكن ايضا نقيس من خلالها الفايبلتي اوف ذا بروتو سكولسيز. نرجع الى الدايجنوسز، اللابراتوري دايجنوسز قلنا اما دايركت اور اندايركت. الاندايركت ميثود هاي الطريقه اللي نوه لها او تكلم عنها زميلكم ابراهيم الاسبوع الماضي، قال اكو فد طريقه للتشخيص نسميها جازونيز انتراديرمال تيست. This done by injection of 2 ml bacteriological sterile hydated fluid. يجيبون هذا الفلويد يعقموه من الناحية البكتيريولوجية، يضيفوا له antibiotic وكذا وكذا، وبعدين يجون يحقنوه intradermally تحت الجلد in one arm، ويحقنون بالارم الثاني أو بالطرف الآخر نفس الكمية من السلاين equal volume of saline. ينتظرون 20 إلى 30 minute immediate reaction، 6 to 8 hour intermediate reaction، و 24 to 48 hour delayed type hypersensitivity reaction. احيانا ينطي false positive due to the other parasitic infection after surgical removing the cyst and suppuration the calcification of the cyst. عندنا طرق اخرى للتشخيص السيرولوجي، مثل عندنا الكومبلمنت فيكسيشن، اندايركت هيماجلوتينيشن، الاليزا، الاميونوفلوريسنت انتي بودي، وعندنا ايضا طرق جزيئيه او حسب المولكيولر دايجنوسيس، هذه تعتمد على المحتوى الجيني للباراسايت الدي ان اي ومكوناته، الجينات الخاصه بعزل الباراسايت. التريتمنت اوف هايدايتد سيست، العلاج كان ولا زال الـ surgical removing. This is the first or best mode of treatment. الإزالة الجراحية هي الأولى، الخط الأول والأفضل بعلاج الهايداتد سيست إلا تداخل جراحي. ممكن الخط الثاني الـ drug treatment include ميبندازول، البندازول، برازكوانتين. ممكن نستخدم هذول العلاجات الثلاثة تنجح بعلاج الـ الهايداتد سيست، بس قلنا الخط الاول البيست مود اوف تريتمنت هو السيرجيكال ريموفينج. عندنا اليه اخرى الثيرد اوبشن فور تريتمنت اوف هايداتد سيست نسميها البير ميكانيزم. بير ميكانيزم اللي هي مختصر، يعني هاي الاربع حروف، this is the abbreviated from the precutaneous aspiration injection re-aspiration. أربع خطوات: pre-cutaneous aspiration الـ PLA، ثم injection الـ I، وبعدين re-aspiration. شنو هي هاي الأربع خطوات؟ أول شيء pre-cutaneous puncture using sonographic guidance، أجي أنا عن طريق الـ sonographic guidance بالكشف مالتي أشوف مكان الكيس، وأجي aspiration of the اسوي طبعا بريكاتينوس بنكشر، اثقب بواسطه نيدل خاص، يعني الى فت قياسات خاصه بحيث يوصل الى السيست مثلا بالليفر المصاب. واجي الخطوه الثانيه اسبيريشن اوف سبستنشال اماونت اوف ليكويد كونتنتس، اسحب من عنده كميه من السائل، خلينا نقول سحبت مثلا 2 مل. بعدين من اسحب ارجع injection of proto-scolicidal agents or scolicidal agents such as 95% ethanol or silver nitrate، أو عندنا مادة أخرى مثلا نسميها بالسترامايد
او الهايبرتونيك سلاين، اي ماده، اي ماده من دول المواد اللي هم كلهم لهم اسم واحد او فاعليه واحده نسميهم سكوليسايدال ايجنتس. سكوليسايدال، شنو سكوليسايدال طلاب؟ احد يقدر يجاوبني؟ دكتور يعني قاتل. ممتاز ممتاز، احسن، قاتل. انتم ما اخذتوا بالبكتيريا بكتيريسايدال ايجنتس؟ اي دكتوره. وهسه عندكم، هسه عندكم هاي التسميه سكوليسايدال ايجنت، يعني قاتل للرئيسات الاوليه. فاي ذول، اي ماده من ذول الاربع مواد، مثلا قلنا الايثانول 95%، الهايبرتونيك سلاين، عندنا ماده نسميها سيلفر نايتريت، ماده نسميها السيتراميد، حتى اكو يعني اكو بحوث ودراسات كثيره حول استخدام يعني الاعشاب الطبيه، مثلا زيت الحبه السوداء، مثلا العسل، كلها مستخدمه، او يعني اكو هوايه بحوث عليها كسكوليسايدال ايجنتس. اذا نرجع لكلامنا قبل شويه، احنا قلنا اني عندي يعني خوما ما اشتغل، ابطل ما اشتغل او ما اتعامل ويا الهايدات السيست لانه اخاف انه يصير عنده رابتشر، او اخاف انه يصير عنده هذول الكومبليكيشن الكونسيكونت من الرابتشر اوف هايدات السيست. لا، اني عندي خطوه اقوم بها قبل ما اتعامل ويا جراحيا، انه احقن هاي السكوليسايدال ايجنتس، راح اطمئن انه قتلت كل الرئيسات الاوليه، وبعدين اشتغل كجراح، اني اطلع الكيس اشتغله، بس اني هنا ضمنت انه هذه السكوليسيز، هذه الرئيسات اللي احنا قلنا هي كلش خطره، بس مجرد انه تتشلب بفد مكان راح تنمو الى دوتر سيست، اللي هي احنا اعتبرناها اسكشوال يعني امبليفيكيشن، تكاثر لا جنسي او تكاثر عذري للباراسايت، وهنا تكمن الخطوره مالته. فحتى احد من الخطوره احقن ايا من هذه البروتوسكوليسيز او السكوليسايدال ايجنتس، احقنها لي قدام قبل ما اشتغل، حتى اقتل الرئيسات وبعدين اشتغل او اخذ راحتي بالشغل مالتي. فاذا عندنا البير ميكانيزم، هذه هي الخط الثالث للتريتمنت، انه اول شيء اعين مكان الكيس واثقب، ادخل اسوي بانكتشرنج يوزنج سونوغرافيك جايدنس، اسحب كميه من السائل، حتى مو اني مثلا هو ب 20 لتر واجي اني راسا اضيف السكوليسايدال ايجنتس، انا هنا بالعكس راح ازيد ضغط الكيس وينفجر، لازم اسحب فد كميه حتى يتعادل الضغط، اسحب مثلا 2 مل واحقن بمكانه 2 مل، اسحب 5 مل احقن بمكانه 5 مل من السكوليسايدال ايجنتس. ورا ما حقنته اتركه 5 الى 10 دقائق، وبعدين ري اسبيريشن، اعاده سحب. هذه الطريقه موصى بها، طبعا اتس انديكيتد فور بيشنتس هو كان نوت اندرجو سيرجري، ممكن اكو عندنا اشخاص ما اقدر يعني اني هاي البير ميكانيزم، احنا قلنا الخط الثالث للعلاج، الخط الاول هو السيرجيكال، الخط الثاني تنطي تريتمنت، والثيرد اوبشن فور تريتمنت هي البير ميكانيزم. بالنسبه للاشخاص اللي مثلا، عندي اشخاص ما ممكن يعني مثلا عندهم مشاكل بالتخدير، مشاكل ما اقدر اعرضهم للجراحه، عندهم يعني حاله فيوز سيرجري، هذول استخدم لهم هذه البير ميكانيزم اللي هي طريقه يعني ناجحه بالتريتمنت اوف ذا هايداتد سيست. هذه عندكم الصوره توضح خطوات البير ميكانيزم اللي هي البري كاتينوس اسبيريشن انجكشن اند ري اسبيريشن، اربع خطوات. فالمختصر مالتها الحرف الاول من كل كلمه اللي هو البير ميكانيزم. دكتوره بس ليش نسوي اسبيريشن؟ ليش نسوي اسبيريشن؟ تجففه للكيس، تجففه، يعني هنا انت تسحب مكونات الكيس. هذا احنا ليش قلنا خط ثالث للعلاج، هذول الاشخاص اللي انا ما اقدر اتعامل وياهم جراحيا. اكو تعرفون يعني اكو ناس مثلا ما يقدر يعني عمليه، ما تقدر تسوي له عمليه، ما تقدر تتعامل وياه جراحيا. فالافضل شو تسوي؟ انه تجفف الكيس وهو بمكانه، تجفف الكيس وتقتل الرئيسات وهي بمكانه، وتسحبها بعدين كامل تفرغ، تفرغ محتويات الكيس. يبقى شنو؟ يبقى عبارة عن كيس فارغ ما بي رئيسات، وحتى إذا بقت كم وحدة فلتت من عندك فهي ميتة، أنت ضامن إنه أنت حقنت بالسكوليسايدال ايجنتس. تمام؟ تمام.
بقى عندنا من هذه الهايدات السيست اعتقد بس البروفيلاكسز، هاي هيلث اديوكيشن، ديستركشن اوف ستري دوغ يعني القضاء على الكلاب السائبه، اعتيادي غسل الخضروات، احنا قلنا الغير مطبوخه تجينا الاصابه عن طريق البيوض، فالافضل انه يعني واشنج ذا هاندز افتر تاتشينج ذا دوغز، او الاشخاص اللي مثلا عندهم كلاب او يتعاملون مع الكلاب نمنع بعض الحالات بالتعقيم بالنظافة، إضافة إلى أنه نمنع السلافترينج outside the سلافتر هاوسز، أو المفروض أن يكون أكو ميت انسبكشن فد فحوصات يعني قبل، ما أدري يعني تجوز تتذكرون أو ما تتذكرون، قبل كانت اللحوم تجي مختومة بها ختم، يعني هذه معناها مفحوصة من خلال يعني قسم الثروة الحيوانية، يلا يتناولها أو تكون صالحة للاستخدام البشري. أني كويستشن لحد هنا، انتهت محاضرتنا اللي تخص الهايدات سيست. راح نكمل عندنا دكتورة، نعم ذكرتي إنه الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالتخدير ما سووا لهم سيرجري، أكو بعد أشخاص ثانيين؟ مو شرط انه يعني اقصد اني ما قصدت انه فقط اللي عندهم مشاكل بالتخدير، اي شخص ممكن، اي شخص ما تقدرين تعرضيه للجراحه يدخلون ضمن هذه المجموعه. حالات معينه يعني اكو هواي حالات ما يقدر يتعرض للتداخل الجراحي، مثلا مشاكل بالقلب، يعني عمر مثلا، قد يكون عمره كبير يعني الاولدر ايج، يعني مثلا اميونو كومبرومايز، ممكن يعني ما يقدر يتعرض للجراح، ما تقدرين تتعاملين وياه، ما تقدرين تسوي له عمليه، شلون يعني خو ما تخليه مصاب بالهايدات السيست، لازم تلقي له فد خط، فد يعني خيار اخر. فهو هذا الاوبشن الثالث اكثر شيء ينفعنا بهاي الحالات. تمام فاطمه؟ تمام دكتورة. تبارك. زين هسه ثواني بس، هسه اختفى من يمكم العرض، أنا سديته لغيته. طلاب بس طلعت هاي المحاضرة الثانية. نعم دكتورة طلعت. تمام. Now I will talk about another genus belong to the cystode. خلصنا الجنس الأول اللي هو الأكينوكوكس وكل هذول السوالف مالته، اليوم راح نتكلم عن another genus ينتمي إلى نفس مجموعة الشريطيات السيستود اللي هو التينيا. التينيا عندنا there are two species, تينيا ساجيناتا and تينيا سوليوم infecting human. طبعا هذول اكثر، هو اكو هوايه سبيشيزات تقريبا هسه تشوفوها بالمحاضره، البيزي فورم، تسوي اشكال انواع من التينيات، بس احنا اللي يهمنا اثنين فقط اللي هما تينيا سوليوم اند تينيا ساجيناتا. اي ثينك ذات سامعين انتم سابقا يجوز حتى بالاحياء بالاعداديه بدوده البقر الشريطيه ودوده الخنازير الشريطيه، هم هذول التينيا ساجيناتا اند تينيا سوليوم، نسميهم التينيا ساجيناتا. This is commonly named as beef tip worm، الأبقار، تصيب الأبقار لأنه الانترميديت مالتها، الانترميديت هوست هو شنو، هو أنواع من الأبقار، فيسموها commonly named as beef tip worm. The length of this parasite about 4 to 10 meters and in some cases it is measuring about 25 meters. بعض الحالات مسجلة تصل إلى 25 متر.
Geographical distribution, cosmopolitan in distribution, most common when poor sanitation and no inspection of meat combined. الديزيز اللي تسببه هذا الطفيلي او هاي الدوده نسميه بالتينياسز او infection with the beef tape worm. The scolex, او if you remember احنا قلنا الاسبوع الماضي كل الشريطيات عباره عن الجسم مالتها عباره عن ثلاث اجزاء. ثلاث اجزاء. قريتوها المحاضره لو ما قريتوها الاسبوع الماضي؟ اي دكتوره. تمام. اي موسى جاوبني، تقدر تجاوبني شنو هي هاي ثلاث اجزاء؟ هو الهيد عندنا والنيك. تمام. الهيد يسمى سكوليك. تمام. ممتاز. ممتاز. وثلاث انواع من السيجمنت عندنا. ممتاز ممتاز. ممتاز. فاذا عندنا الثلاث اجزاء بصوره رئيسيه، جسمها يتكون من السكولكس اللي هو الراس او الرؤيس الهيد، وبعدين تجي فد منطقه قصيره سميناها بالنك العنق اللي هي الجروث ريجن، وبعدين تجينا هاي السلسله من القطع المتكرره طبعا حسب نوع الباراسايت. مثلا بالاكينوكوكس كانت قطعه واحده من كل نوع، مثلا هنا أنا لا بالتينيات لا هوايه قطع، يعني بالتينيا ساجيناتها 1000 الى 2000 قطعه بالالاف، بالتينيا سوليوم بالمئات several hundred of broglotids or segment نسميها، اما يسموها broglotids او segment. فهذه القطع مثل ما ذكر زميلكم مشكورا وممتاز طبعا، انه قسم من هاي القطع تكون اماتشور او نسميها بريماتشور، وبعدين تجي وراها الماتشور سيجمنت اللي تكون حاويه على الميل اند فيميل ريبرودكتيف اورجانس فولي ماتشور، واخر شيء تجي الجرافيت سيجمنت اللي هي فقط بها تركيب واحد اللي هو اليوترس filled with the eggs. فكل ما ذكرت أنا المحاضرة السابقة أنه كل ما تتجه باتجاه نهاية الباراسايت أو يعني خلينا نقول نهاية الخلفية البوستيريور إند، راح تزيد الماتوريتي وتزيد السايز، تكبر بالحجم وتزيد النضج أو يكتمل النضج مالتها كل ما اتجهت باتجاه نهاية الباراسايت. فإحنا السكولكس بالتينيا ساجيناتا يكون من النوع نسميه unarmed. Unarmed ما عنده سلاح، غير مسلح، not contain hooks and rostellum. بعدها مزود بأربع أعضاء نسميها الاتاتشمنت أورجانز اللي هي الماسكولار سكرز، قلنا عادة ما يكون عددها أربعة، فبي فور ماسكولار سكرز. والإنفكشن with the teniasis is by the ingestion of larval foam in the undercooked or insufficiently beef أو اللحوم الأبقار اللي هي غير مطبوخة بطريقة جيدة، يكون تكون حاوية على larval stage. larval stage هنا نسميه بالcysticercus or cysticerci المجموع مالته. الستروبيلا اللي هو الترنك الجذع مثل ما ذكر زميلكم، انه بعد الراس والعنق راح تجي منطقه نسميها لها عده تسميات، اما نسميها ترنك جذع او نسميها ستروبيلا لانه يصير بها عمليه توليد هاي القطع. فبالتينيا ساجيناتا تقريبا توصل الى 5 امتار ربما اكثر، قلنا اكو بعض المصادر حالات مسجله 20 متر طول التينيا ساجيناتا، وتحتوي على أعداد من القطع بالآلاف 1000 إلى 2000 segments. تبدي بالإماتشور segment ثم الماتشور segment possess completely developed male and female reproductive organs، ثم الجرافيد segment اللي تكون قلنا حاوية فقط على اليوترين أو اليوترس filled with the eggs. إحنا يكون اليوترس من النوع المتفرع بلاترال يوترين برانش، عدد هذه اللاترال نمبر مالتها بالتينيا ساجيناتا 15 الى 30 لاترال برانشز. هذا العدد بيش يفيدني؟ يخدمني بالتشخيص، يخدمني بالتشخيص بالدايجنوسيس مال التينيا ساجيناتا. نعم دكتوره، بالنسبه لهذا العدد اذا كان اقل من 15 هاي التينيا سوليان، واذا اكثر بالضبط بالضبط عندك هذا العدد. انا ليش قلت قبل شويه اذا يعني وياي قلت انه يخدمني بالتشخيص، لان انا بالتشخيص راح اعتمد على الجنرال ستول اكزامينيشن، راح تنزل من المريض المصاب قطع تنفصل وتنزل بيوض، البيوض مال تينيا ساجيناتا وتينيا سوليوم. هسه هم ان شاء الله يعني انت عشان سبقنا الاحداث احنا
انه بالدايجنوسز البيوض مالتها نفس الشكل، فما اقدر اني من اشوف بس البيضه ما اقدر اقول هاي مال سوليوم او ساجيناته. اعتمد شنو؟ اعتمد على الجرافيت سيجمنت، القطع اللي نسميها الحبلة، هذه القطع أعد بيها اللاترال يوتراين برانش 15 إلى 30 ساجيناتة، 7 إلى 13 أقل من 15 يعني هذه سوليوم، وهي إن شاء الله هم سنجي نذكرها. شكرا إبراهيم. إذن أدي اللاترال يوتراين برانش النمبر مالتها بالتينيا ساجيناتة قلنا 15 إلى 30. هاي الصورة دي تشوفوها قدامكم، هذا الشخص شلون على القلم، اعتقد هذا قلم البيده، شلون شايل التينيات، نوع من التينيات تلاحظون طولها بالامتار، طبعا هذه تكون فولدد مطويه او ملفوفه داخل الامعاء، يعني هنا تعتبر هذه لارج سايز بالنسبه ل يعني بالنسبه لحجم الباراسايت، حجمها جدا كبير بالامتار. فالشخص المصاب هنا راح يتعرض الى عده يعني اعراض او اضرار ميكانيكيه بسبب حجم الباراسايت الكبير. فأكو أضرار ميكانيكية أو يعني خلينا نقول فيزيائية، وأكو أضرار كيميائية بسبب وجود هذا الباراسايت، مثل التعرض إلى الويست برودكتس كتوكسينز داخل الانتستينال تراكت أو الانفكتد انتستينال تراكت. هذه السلايدات اللي قدامكم أيضا توضح التينيا ساجيناتا الأدلت وورم، شوفوا الصورة اللي أعلى اليسار شون مخلين يمها شريط القياس، فهي بالضبط مثل الشريط، طبعا تلاحظ تبدي رفيعة وبعدين تبدي تعرض، فإحنا قلنا كل ما نتجه بنهاية الباراسايت باتجاه نهاية الباراسايت يزيد الحجم ويزيد الماتوريتي. اللي أعلى اليمين الجرافيد سيجمنت، والصور اللي للأسفل هو الاسكولكس أوف تينيا ساجيناتا، قلنا من النوع اللي يسميه unarmed، هي حتى بالعربي يسموها الجرداء أو العارية، يعني ما عندها سلاح أو ما عندها هذه الهوكس، without hooks and rostellum. الإيجز أوف تينيا هنا، الإيجز أوف تينيا طبعا سبيشيز، ما راح أقول إيجز أوف تينيا ساجيناتا أو سوليوم، لأن قلنا بالضبط متشابه وحتى تشبه الإيجز أوف أكينوكوكس جرانيلوسس. So far identification of the eggs we should look their size, shape, color and contents. إذا يريدون كل شيء يشخصون تشخيص دقيق يعتمدون على مكوناتها، محتوياتها، حجمها وتفاصيل دقيقة، مو بس على الشكل الخارجي، لأنه عندنا high similarity between the eggs of species make difficult to diagnose between them. قياس هذه الايجز تقريبا 35 مايكرون ان دايمتر، دائريه سفيريكال اور سب سفيريكال، شفتوها بالعملي الاسبوع الماضي بالخميس. نعم. اكو سلايد جاب لكم يا دكتور علاء، كان بي ميكست خليط من البيوض، من ضمنها مات الفاشولات اوبركوليتد ماشيستوسوما هم اكو، واكو كانت نوع من البيوض رادييتد هالشكل، الغلاف الخارجي مالتها وكأنما مخطط شعاعيا سترايتد اور راديالي سترايتد. هذه هي الايجز اوف اكينوكوكس، وبنفس الوقت تشبه الايجز اوف تينيا سبيشيز. داخل هذه الايجز قلنا جنين سداسي الاشواك الهكساكانث امبريو نسميه الهوبت بول، بمساعده هذه الاشواك وبمساعده اللايتيك انزيمز راح يحل او يخترق جدار الأمعاء، penetrate the intestinal wall and through the circulation may reach to different parts of the body. هذا السلايد تشوفون قدامكم هو التينيا egg أو التينيا species egg with radially situated. اللايف سايكل مال تينيا ساجيناتا والتينيا سوليوم ايضا متشابه نوعا ما، انه عندنا من النوع اللي نسميه indirect life cycle. المان is considered only final host or definitive host for this parasite، وعندنا شو اسمه الانترميديت هوست هي الكاتل، بالنسبه للتينيا ساجيناتا هي الابقار، وبالنسبه للتينيا سوليوم هي الخنازير. إذا نبدي من الأدلت وين موجودة، تكون موجودة بالسمول انتستين of a human. الـ eggs, so the eggs and detached gravid segment passed with the feces of infected individual. قلنا راح يتم انفصال مجموعة من الجرافيد segment والبيوض تنزل ويا من ويا خروج الشخص المصاب.
النمبر اوف ايجز تقريبا 100,000 الى 200,000 بيضه بكل قطعه. So the contamination is huge when using the human feces as fertilizer. قلنا احنا اكثر المناطق الزراعيه يستخدمون الهيومن فيسز كسماد يعني او مقوي للتربه وللنبات فيرتيلايزر. فشوف هاي المناطق تكون بها نسبه التلوث عاليه، لانه اذا احنا نقيس بالقطعه الواحده اكو 100,000 الى 200,000 بيضه، فاذا نزلت 10 قطع هاي كارثه تعتبر. الانترميديت هوست بيكم انفكتد وين جرازينج اون كونتامينيتد بلانتس، يجي عن طريق الاعشاب الملوثه بالبيوض فتاخذها هذه الاكلات الاعشاب اللي من ضمنها الابقار. هاتشينج ان ذا ديدونم ريليز ذا هيكساكانث امبريو باي ديسنتجريشن ذا امبريو فور، يخترق جدار الامعاء وقلنا بمساعده الهوكس هذه الاشواك وبمساعده اللايتيك انزيمز. يوصل عن طريق السيركوليشن الى ديفرنت بارت اوف ذا بودي من ضمنها الستريتد ماسلز اللي هي العضلات الهيكليه المخططه واللي هي شنو يعني اللحوم. هنا كمن يستقر الامبريو راح يتطور او ينمو الى اللارفال ستيج اللي هو من النوع البلادر تايب، من النوع البلادر تايب ونسميه سيستي سيركاس. سيستي سيركاس بلتينيا ساجيناتا نسميه سيستي سيركاس بوفز، بلتينيا سوليوم نسميه سيستي سيركاس سيليولوزا. سيستي سيركاس سيليولوزا هذا شنو السيستي سيركاس؟ قلنا من النوع البلادر تايب يعني مثل الكيس، كيس يعني بداخله سائل، إضافة إلى وجود الانفاجينيتد سكولكس رأس منبعج إلى داخل. انفاجينيتد سكولكس ورا فترة هذا من يأخذ الشخص اللحوم مالت الأبقار اللي هي غير مطبوخة جيدا under cooked or insufficiently cooked beef meat، راح هذه الطور اليرقي هذا اللارفال ستيج راح ينحل الجدار ماله، والرأس شو يسوي؟ بدل ما كان انفاجينيتد سكولكس راح يطلع يبرز للخارج يصير اي فاجينيتد سكولكس منبعج الى الخارج، يتشلب بواسطه الاتاتشمنت اورجان، لان احنا قلنا الرأس هذا يشبه بالضبط الرأس الموجود بالدوده البالغه، فيعتبر بوتنشيال واني ذكرتها اتصور بالجنرال كاركتر انه بعض الديدان هذا الراس يعتبر ادلت وورم ان ذا فيوتشر، بوتنشيال ادلت وورم ان ذا فيوتشر، بس مجرد يتشلب بالانتستينال ميوكوزا راح ينمو الى ادلت بالمستقبل. يكمل بما انه اكو راس وعنق، واحنا قلنا العنق هو منطقه التوليد الجروث ريجن، اذا راح يكمل النضج مالته الى ادلت وورم خلال فتره يعني معينه حسب طبعا نوع الباراسايت. هذا ايضا السلايد اللي قدامكم هو اللايف سايكل اوف تينيا ساجيناتا، شلون الاصابه تنتقل بين الفاينل هوست اللي هو الهيومن والانترميديت هوست اللي هي الكاتل او الكاو الابقار. وعندنا ايضا موضح اشكال تخطيطيه للراس او السكولكس، هذا الان ارمد سكولكس، هذه الايج، هذه هي الستروبلا اللي هو الجذع، وعندنا الجرافيد سيجمنت وذ 15 تو 30 لاترال يوتراين برانش 15 الى 30. السيستي سيركاس هذه قلنا او تكلمنا قبل قليل الكلام كله موجود داخل هذا السلايد، انه تكون من نوع البلادر تايب مثل الكيس، يلو اوفل ممبرينوس بلادر فيلد وذ فلويد اباوت 5 مليمتر ان لينث كونتين انفاجينيتد ان ارمد سكولكس. The common site of formation cysti sarcus bovis heart shoulder muscle of the jaw بالباتشا، يعني اللي يحبون الباتشا خلي يديرون بالهم، الدايفرام والإيزوفيغس. The men get infection by the ingestion of raw or not well cooked beef، ما مطبوخ بطريقة جيدة فيبقى تبقى موجودة هذه الأطوار اليرقية باللحوم المصابة. بالستومج ايش راح يصير؟ راح ينحل الغلاف الخارجي الممبرين مال هاي السيستي سيركس، والانفاجينيتد سكولكس بيكم ايفاجينيتد اند باي سكرز او ماسكولار سكرز اتاتش تو ذا انتستينال ميوكوزا، وتبدي هناك الكارثه اللي هي العمليه نسميها ستروبلايزيشن، توليد القطع، تبدي تولد قطع، تبدي عاد شوية شوية ماتشور أو بري ماتشور بعدين ماتشور بعدين جرافيد سيجمنت. البيريود ماتشوريشن will take about 8 إلى 10 ويكس، 8 إلى 10 أسابيع خلاص هنا تحولت إلى أدلت وورم.
شوفون هاي الصورة اللي قدامكم، تشوفون هاي الوايتش دوت، هاي البقع البيضة، هي عبارة عن السيستي سيركاي باللحوم المصابة، ال infected cow or infected meat of cow. The pathogenesis and the clinical disease. من نجي نتكلم عن the pathological effect of teniasis or tenia saginata infection. قلنا الباراسايت حجمه كبير بالأمتار. إذا نجي أقصى حد نقول 4 إلى 10 متر، فهو عنده mechanical or physical action إضافة إلى chemical or toxic action. أكو أضرار كيميائية وأضرار فيزيائية أو ميكانيكية وكيميائية toxic effect. Such as slight irritation, the scolex. شلون يجي هذا slight irritation؟ إحنا قلنا يمكن أنا حتى الأسبوع الماضي ذكرت إنه رغم إنه حجم الباراسايت كبير بالأمتار في بعض الديدان، بس هو الرأس مشلب ثابت وبقية هذا الجسم يكون حر free داخل الأمعاء. فالـ scolex is attached to the wall of the intestine. But the citrobile is free in the lumen. So during the activity or during the motility of the worm, أثناء الحركة, leading to the slight irritation. ثانيا, intestinal obstruction due to the large size of the adult worm, إعاقة داخل الأمعاء, فشيء موجود داخل الأمعاء وهذا الشيء بالأمتار. وهذا يكون مطوي أو يعني folded inside the intestinal or luminal intestinal tract. So occupies the small intestine leading to the embedding with the normal function for the intestinal obstruction. أحياناً يصير قسم من هذه الجرافت سيجمنت المنفصلة تصيب or invade the appendix and cause lesion. This is made followed by secondary bacterial infection. So this will leading to the acute appendicitis. For hunger, pain and weight loss. هذا الكائن قاعد داخل الأمعاء وده ينافس المضيف على يعني المغذيات مالاته، النيوترينتس مالاته، فاعتيادي ان انا الشخص دائما جوعان hunger pain، اضافة الى انه يصير عنده خسارة بالوزن لانه الباراسايت utilization of the nutrients of the host embedding or competition carbohydrate, vitamin, proteins from intestinal content. زي نافس المضيف على المواد الغذائية اللي يأخذها يتناولها، فتشوف دائما يصير عنده خسارة بالوزن أو فقدان بالوزن. نجي إلى العارض الآخر, another pathogenic effect. This is the systemic intoxication اللي هو toxic effect. هذا الكائن قاعد داخل أمعاء الشخص المصاب، اعتيادي عنده يعني نوع من يعني النشاط الأيضي أو الفعاليات الأيضية، عنده فضلات waste product. فالsystemic intoxication due to the waste product of the worm contain toxic materials and cause diarrhea, أحيانا vomiting and nausea. وآخر pathogenic effect or pathological effect اللي هو discomfort and embarrassment or mental worry. فالنوع من القلق أو شلون نقول يعني حالة نفسية أو اضطراب نفسي. هذا الـ common symptoms of infection with a beef tapeworm are due to the crawling of the detached gravid segment from the anus of the patient. انزلاق هذه الـ gravid segment يعني spontaneous تلقائياً from the anus of the patient. فتصير عنده نوع من خلينا نقول الكآبة أو mental worry يعني اضطراب نفسي بسبب هذه الحالة اللي هي الانزلاق التلقائي للdetached gravid segment from the anus of the patient. الdiagnosis أعتمد أكثر شيء على general stool examination. إذا طلعت لي البيوض قلنا ما أقدر أحدد any species من دول الاثنين اللي هو الساجينات أو سوليوم، فأحتاج إلى أنه أعتمد على الجرافيت سيجمنت differentiated by the number of lateral uterine branch، وإضافة إلى ذلك أيضا عندي فارق آخر أقدر أعتمد عليه بالتشخيص المجهري اللي هو السكولكس، identify the scolex. شلون ننزل السكولكس إذا هو قلنا مجلب السكولكس وبقية الباراسايت حر؟ أنطي فد يعني علاج خاص successful treatment اللي هو the drug of choice هو البرازكوانتيل بالتحديد, increase the permeability of the flatworm tegument to calcium ion causing muscle titany and worm detachment. انفصال الدودة بالكامل, ينشلع الرأس ينفصل من أنطي البرازكوانتيل وتنزل يعني الباراسايت ينزل كامل من ضمن الأشياء اللي تنزل مع
خروج الشخص المصاب هو السكولكس، فأقدر أعتمد عليه بالتشخيص. إذا كان armed scolex فهو tenial solium، وإذا كان unarmed scolex without hooks and rostellum فهي الإصابة بالtenia saginata. Another species اللي هي tenial solium commonly named as bork tapeworm، اللي هي الإصابة بدودة الخنازير الشريطية. لحسن الحظ يعني الإسلام حرم أكل الخنازير والحمد لله، فتشوف نسبة الإصابة بالدول المسلمة تكاد تكون ضعيفة، عدا طبعا بعض المناطق اللي ممكن أكو بها اختلاط مع ديانات أخرى، وربما عن طريق السفر أو الهجرة إلى مناطق أخرى راح يحصل الإصابة بهذا الطفيلة التينيا سوليوم. طبعا التينيا سوليوم commonly named as bork tapeworm. الاختلافات أنا أعتقد واني أتكلم عن تينيا ساجيناتا أغلبها الاختلافات الشكلية ذكرناها، بس يعني خلوا ببالكم أنه التينيا سوليوم كل شيء بيها أصغر أو أقل من التينيا ساجيناتا، يعني ذيك طولها 4 إلى 10، هذه 2 إلى 4 الستروبل. مثلا عندنا عدد البيوض بكل قطعة ذيك كان بيها 100 إلى 200 ألف بيضة، هنا 50 إلى 60 ألف fertile eggs in each segments. مثلا عندنا عدد القطع اللي هي هناك بالآلاف، ألف إلى 2000 قطعة وربما أكثر حسب يعني المصادر المسجلة، هنا تكون several hundred بالمئات، هناك بالآلاف. اللاترال يوتراين برانش قلنا يكون أقل عدد التفرعات اللي تكون موجودة بالجرافت سيجمنت، فسبعة إلى 13، إذا كانت أقل من 15 هي عبارة عن تينيا سوليوم، وإذا كانت 15 إلى 30 15 وفوق فهي تينيا ساجيناتا. فمحاور الاختلاف بين التينيا سوليوم تينيا ساجيناتا واضحة، مثلا الكمون نيم مثل ما هنا هنتات موجود بهذا السلايد، السكولكس مثلا النمبر اوف ايجز اند بروغلوتيدز اور سيجمنتس، التايبس اوف لارفال ستيج اللي هي سيستيسيركس، نوعين اسمه سيستيسيركس بس بالساجيناتا سيستيسيركس بوفز يسموها، وبالسوليوم سيستيسيركس سيلولوزا. الهيومن in two species هو the final host والintermediate host cow بالنسبة للتينيا ساجيناتا، والpigs الخنازير بالنسبة للتينيا سوليوم. The eggs قلنا identical or similar متشابهة، الاختلاف عن طريق the gravid segments والnumber of lateral uterine branch. هذه أتكم life cycle للاثنين، comparative morphology and of tinea species saginata and solium اذا تريد تقارن بنفس life cycle. كنا نفس الشيء life cycle نفسها تماما، ال pathogenic effect ايضا تكون متشابهه، mechanical and chemical effects عدا بعض الاختلافات، انه ال tinea solium بها حاله استثنائيه خاصه نسميها الاصابه بالسيستي سيركس نفسه. هاي الحاله شو يصير بها الانسان؟ احنا قلنا الانسان هو اوريدي هو فاينل هوست، هنا الانسان ايش راح يصير بالتينيا سوليوم؟ بعض الحالات يشتغل از انترميديت هوست. So the infection with the larval stage of this parasite. This condition named as human cysticercosis. نسميه بالhuman cysticercosis اللي هو إصابة الإنسان بالtinea solium but it is act as the intermediate host for this parasite. هاي الحالة قلنا واضحة قدامكم بالسلايد نسميها بالhuman cysticercosis. الhuman هنا احنا متفقين انه هو بالحالة العادية بالتينياسز العادية هو final host، بس هنا انا راح يشتغل serving as intermediate host. Accidentally ingest egg from the other human with the infection. There are two types of infection او اقعد نوعين او خطين للإصابة بالhuman cysticercosis. احنا قلنا الإصابة بالحالات العادية تجي عن طريق بالتينيا العادية سواء كانت سوليوم أو ساجيناتا عن طريق أكل اللحوم الممطبوخة بطريقة جيدة. الساجيناتا لحوم الأبقار والسوليوم لحوم الخنازير. أوكي لحد هنا أوكي. هنا بالسيستي سيركوسز الهيومن يشتغل كإنترميديت هوست، إذن الإصابة مو عن طريق اللحوم راح تجي، عن طريق تناول البيوض، وكأنما يشتغل يعني شغل يعني عفوا يعني يكون مكان الخنزير
مكان الخنزير، يعني شلون الخنزير انصاب عن طريق تناول البيوض ونمت داخل جسم اللارفال ستيج، هنا الانسان ممكن ان ينصاب بالهيومن سيستسركوسس باي تو واي اور تو تايب اوف انفكشن. The first, this is the hetero infection. This type occurs when the human ingests the infective eggs with contaminated fruit, vegetables, or contaminated drinking water. So there will be hatching in the intestine and liberate the hexacanth embryo, penetrate the intestinal mucosa, reaching through the circulatory system and settle in any part of the body, forming cysticercus cellulose. تنمو هذه الأطوار اليرقية. تمام. بس عفوا دكتور سؤال. إلى الإنسان عفوا حيصير هو ما كان خنزير، يعني ماكو ديفينيتيف هوست بمعنى. لا أكو. أكو. شلون أكو عفوا دكتور؟ يعني هو مرات هو فاينل وديفينيتيف. ومرات يعني. فاينل وديفينيتيف. فاينل وديفينيتيف. إيه عفوا فاينل وانترميديت. ها فاينل وانترميديت ايه فاينل وانترميديت يعني احنا بالهيومن سيستسركوسس تبجي اذا انت انتبهتوا وياي بالهيومن سيستسركوسس اللي هي بس تصير فقط بالتينيا سوليا ما تصير بالساجينات ما عندنا نعم ينزل الانسان لحالات معينه يشتغل كانترميديت هوست يعني مو بس فاينل هوست تمام اما ان هو يصير بنفسه يعني هو يصيب نفسه وهنا من تجين تخططين اللايف سايكل تخليه فاينل وتخليه انترميديت او يعني ينتقل يعني هيومن تو هيومن من شخص الى شخص اخر هيومن تو هيومن تمام شكرا دكتورة عفوا فنرجع الى الهيومن سيستسركوسس قلنا اكو طريقتين للاصابه تو واي اوف انفكشن اما الطريقه الاولى نسميها هيترو انفكشن هاي هنا شخص الإنسان يجي يتناول قلنا ماكو دخل للحوم بالموضوع هنا ماكو بعد لحوم هنا تجي عن طريق الفروت الفيجيتابلز الماء الشرب الملوث بيش ملوث ملوث بالبيوض ياخذ الايجز هذه تكون حاوية على الهيكساكانت امبريو تفقس هاتشينج ان ذا باي يعني دايجستيف انزيمز بفعل الانزيمات الهاضمة راح تفقس هذه ويتحرر الامبريو penetrate the intestinal mucosa بس يخترق جدار الأمعاء عن طريق مجرى الدم راح يوصل إلى أجزاء مختلفة يعني شلون الشغل اللي كان قبل شوية بالأبقار وبالخنازير نفس الشيء راح ينتشر إلى أماكن مختلفة مثل السبكوتينيوس تشو الهارت الليفر حتى بالبرين بالآي بالعين ممكن أن تنمو هذه اللارفال ستيج اللي هي السيستي سيركس سيلولوزا لارفال ستيج أوف تينيوم سوليوم هذا النوع من الإصابات نسميه بالسيستي سيركوسيس الآلية الثانية أو another way of سيستي سيركوسيس هذاك الطريقة الأولى تجي يعني من شخص آخر يعني شخص مصاب ويعني ياخذه من برا الآلية الثانية auto infection أو self infection يعني هو يصيب نفسه هذه أيضا نقسمها إلى خطين أما internal infection أو external infection الانترنال انفكشن انه اللي دا يصير انه احنا مو قلنا تنزل مع خروج الاشخاص المصابين تنزل قطع جرافيت سيجمنت منفصله وتنزل بيوض this take place when the gravid segment has disintegrated and release the eggs these eggs instead of leaving the host with feces بدلا ما تطلع برا او تغادر جسم الشخص المصاب ويا الخروج مالته راح ترجع will return to the stomach through the reverse peristaltic movement الحركة الارتجاعية ترجع تصعد وين لفوق للستومج ومن توصل للستومج due to the presence of special digestive enzymes there will be hatching and the embryo penetrate the intestinal mucosa and complete their life cycle as mentioned above كما ذكر سابقا يكمل بس مجرد يفقس الجنين بالاستومج ويخترق جدار الأمعاء بعدين يكمل المسيرة مالته مثل الخط السابق أو مثل الطريقة الآلية السابقة اللي هنا صار احنا ليش سمينا internal infection انه البيوض والقطع المنفصلة ما طلعت برا ما طلعت خارج جسم الشخص المصاب وهي موجودة بالداخل راح ترجع will return through the reverse peristaltic
movement. So this name as internal infection. Another type, this is the external infection, أو نسميها بالself contamination. هذا تطلع برا البيوض. Sometimes تطلع برا finger contaminant contaminated with eggs. الشخص يعني تتلوث أصابعه أو الأظافر أو كذا ويرجع يعني مع الطعام الملوث أو الشراب الملوث هو يصيب نفسه. These eggs will be swallowed and reach to the stomach. بعدين بالستومج أيضا بسبب وجود digestive enzymes hatching the embryo هذا penetrate the intestinal mucosa وعن طريق circulation يروح إلى different part of the body. ده تلاحظ بهذول الكلام أو بهاي الكلام إنه عندي فت خطوة أساسية. So it's seen that the passage of eggs to the stomach is very essential because the presence of special gastric enzymes will enhance the hatching of the eggs. يعني لازم الايج توصل للستومج. لازم توصل للستومج لأنه بسبب وجود هذه الspecial enzymes اللي تساعد على عملية التفقيس أو تحرر الجنين من قشرته أو من غلافه حتى تحصل عملية الإصابة أو ينتشر هذا الجنين عن طريق circulation إلى الأعضاء المختلفة وينمو هناك إلى larval stage أو larval form. لذلك إحنا الديزيز هنا سميناه بالcysticercosis يعني هو الإصابة باللarval stage الإصابة باللارفال ستيج. وإحنا ذكرنا بالجنرال كاركتر من تكلمنا عن السستود قلنا أحياناً بالسستود بأنواع من الديدان الشريطية تصير الإصابة الإنسان بالأدلت وأحياناً ينصاب الإنسان باللارفال ستيج. والأكثر خطورة من هي؟ اللارفال. تمام باللارفال ستيج. الأكثر خطورة باللارفال ستيج. ممتاز موسى. الأكثر خطورة it's more serious or more dangerous the infection with the larval stage especially when lodge in the critical area خصوصا إذا أصابت مناطق حرجة أو خطرة من جسم الإنسان هاي الأعضاء الحيوية مثلا الليفر البرين الآي فهنا يعني كلش تكون الإصابة خطرة باللارفال ستيج. أما بالنسبة للأدلت فإذا كان هو لومينال يعني دائما موجود داخل التجويف فحتى يعني إحنا من نعتبره نون تيشو انفيدر لا يخترق الأنسجة فالإصابة تكون بـ it is less dangerous or less serious than the infection with the larval stage of some types of cystoid واللي من ضمنها التينيا سوليوم. فهسه اذا اريد نسوي فت قائمه بالاصابه باللارفال ستيج بالنسبه للهيومن قلنا الاكينوكوكس هاي وحده وعندنا اللخه التينيا سوليوم ايضا ينصاب الانسان باللارفال ستيج. هذا عندكم السلايد اللي قدامكم يوضح يعني الخطوط او اللايف سايكل اوف سيستيسيركوسيس اللي هو الانفكشن وذ لارفال ستيج اوف تينيا سوليوم. لاحظ الجو بالاسفل الشارت الاصابه بمناطق مثل الاي مثل البرين الدماغ مثلا عندنا بالمسلز ستريتد مسلز بكل الاماكن ممكن ينتشر ماكو فد منطقه مستثنات من الاصابه قلنا عدا بعض المناطق الاستثنائيه اللي ما ممكن بيها ان ينتشر الباراسايت. هذا عندنا تشارت اللايف سايكل ايضا يوضح بس يدمج الخطين اللي هو الهيومن سيستيسيركوسيس والتينياسيس العاديه. التينياسيس العاديه اللي هي اعلى اليمين بين البيج والهيومن از فاينل هوست هنا او ديفينيتيف هوست والبيج هو الانترميديت هوست. بينما اذا اخذ الهيومن الايج فهنا الهيومن راح يشتغل هو لوحده هو الوحده يشتغل وينصاب بالهيومن سيستيسيركوسيس فاينل او انترميديت بنفس الوقت. فممكن نفسه يصيب نفسه سيلف كونتامينيشن او اوتو انفكشن وممكن هيترو انفكشن يعني من واحد من شخص الى شخص اخر مصاب. من نجي نتكلم عن الباثوجينيسيتي طبعا كتينياسيس ك يعني infection with the tinea solium الاعتيادية العادية هي تشبه تماما يعني خلينا نقول الباثوجينيك افكت مالت التينيا ساجيناتا irritation at the site of attachment to the intestinal mucosa بس هنا ال GIT disturbance مثلا intestinal obstruction due to the large size toxic substance due to the waste product of the parasite. الاختلاف هنا شويه انه اكو حاله يعني اكثر تعقيدا تصير بالتينيا سوليوم بسبب وجود الهوكس لان هذه ذيك قلنا ما عندها اشواك هذه عندها تاجين او طوقين من الاشواك فنسميها الارمد المسلحه عندها سلاح ذيك جرداء او عاريه
unarmed. فهنا RTD site of attachment cause complications such as lesion of intestinal mucosa. وعندنا مثلا ممكن يصير intestinal perforation, تثقيب لجدار الأمعاء. وعندنا peritonitis. So this is more complicated than the infection or more dangerous than the infection with the tinea solium or adult worm of tinea solium. وقلنا عندنا الحالة اللي تختلف بالباثوجينيسيتي انه عندنا اصابة باللارفال ستيج اللي سميناها بالهيومن سيستيسيركوسيس، وقلنا ممكن انه يصير بها developing in any part of the body مثل الاي البرين الليفر الكدني اللانج الهارت والسبلين بأي عضو من أعضاء الجسم. هذه هسه الصورة اللي قدامكم تشوفون السيستي سيركاي، يعني مجموعها أو الجمع مالتها سيستي سيركاي، والوحدة المفرد سينجلي تلفظ سيستي سيركس، موجودة بلحوم الخنازير، وهذه طبعا اكزايد عند بيتري ديش مطلعيها هذه البي، هذه كل بقعة بيضاء كل وايت دوت in each cyst correspond the scolex اللي هو ال invaginated scolex، وكأنما هذا الرئيس المنبعج إلى الداخل. هاي كل واحدة من دولة هي عبارة عن وحدة larval stage cysticercus cellulose. ال قلنا ممكن أن تنمو بأماكن مختلفة، فمثلاً بالإصابة السنترال نيرفوس سيستم هي يسموها cysticercosis، بس بالسنترال نيرفوس سيستم مثلاً يسموها نيورو سيستي سيركوسيس، نيورو سيستي سيركوسيس. مثلا بالعين يسموها اوفثالميك اور يسموها اوكيولار سيستي سيركوسيس. فمن الحالات الخطره للاصابه اصابه السنترال نيرفوس سيستم، ذيس كونديشن نيمد از نيورو سيستي سيركوسيس كاركترايز باي ابيليبتيك سويزرز. تقريبا 58 إلى 80% من الاشخاص المصابين خصوصا البارنكايمال برين من ينمو بي السيست، يؤدي الى انتراكرانيال هايبرتنشن هيدروسيفالس اور بوث او اثنيناتهم. This syndrome is related to the location of the parasite، واحيانا السيست ياخذ راحته بالنمو ويوصل الى يعني خلينا نقول يسموه بالجاينت سيل، حجم عملاق او كبير. السيست هذا راوندد اور اوفال فيزيكلز فروم فيو مليمتر، قد يصل الى 1 الى 2 سنتيمتر. موست كومون لوكيشن ان سيربرال هيمسفير مينلي ات ذا جانكشن of the gray and white matter. هاي يعني نرجع شوية بيكم للتشريح، فبهاي الأماكن يكثر أو أفضل الأماكن اللي يفضل أن ينمو بيها السيست. ال viable cyst have a translucent membrane، غشاء شفاف بداخله يكون السكولكس مبين مثل قلنا هاي البقعة الوايت دوت، بقعة أو نقطة بيضة، والفلويد بيكام اوباكيو اند دينس ذا ايج ريجولار اند شرينج. احيانا السيست هذا يصير بكالسيفيكيشن اند ليفز ا وايتش كالسيفايد نوديول بالاماكن المصابه او الانسجه المصابه. وبالعكس اكو نوع من هذا السيست اللي يصيب السنترال نيرفوس سيستم يسموه الريس موس فورم. بالضبط هذا يشبه شلون العنقود مال العنب يقوم يفرغ هالشكل، يعني واحد يعني فروق يعني لوبيوليتد فصوص فصوص، فيسموه الريس موس فورم. هاي مورتاليتي لارج ترانسليسنت فيزيكال لوبيوليتد، بالضبط يكون مفصص without سكولكس which develop in the bases of the brain or in the ventricle، بقاعدة الدماغ هذا طبعا من نوع يكون قاتل أو مميت. Sometimes several small vesicles surround pedicels، بالضبط شلون الحبة العنب وبها عنق أو يعني متفصصات، بالضبط يشبه البانش أوف جريب عنقود العنب. فهذا النوع من الأكياس أو التكيسات أو نمو الأطوار اليرقية يسموه بالريسموس فورم. قلنا في حالة وجوده بالسنترال نيرفوس سيستم يسموه نيورو سيستي سيركوسيس. هذه عندنا الإيميج الصور توضح النيورو سيستي سيركوسيس، هذا شكله الأي الفوق، هذا بالضبط قلنا الكيس يكون شفاف ومليء بالسائل، وهذا هو إذا تشوفون قدامكم هو الانفاجينيتد سكولكس اوف تينيا سوليوم، طبعا armed سكولكس. عندنا بالعين إذا انصابت العين أو أنسجة العين نسميه أما اوفثالميك سيستي سيركوسيس أو اوكيولار
cystic sarcosis is the most common intraorbital parasitic infection. ولاحظ ب 13 إلى 46% من الأشخاص المصابين ممكن ينمو هذا النوع أو الأطوار اليرقية التينيا سوليوم بالعين. الانفكشن طبعا ممكن أن يكون داخل يعني أنسجة العين اللي هو intra ocular أو extra ocular muscles. فممكن أن يتضمن أو يصيب الانفكشن involve the subretinal space, intraocular or extraocular muscles مثل الايليد الغلاف او جفن العين او اللاكريمال جلاند الغدد الدمعيه. فهذه extraocular surrounding the eye او العينين اما الوحده او الاثنين. البيشنت هنا اعتيادي راح بما انه الاصابه ممكن ان تكون intraocular or extraocular muscles حول العين أو داخل أنسجة العين. ف suffering from ocular infection or characterized by manifestation of any ocular infection frequently experience pain of the eye, ألم combined by the blurness and partial or complete loss of vision الفقدان الجزئي أو الكامل للبصر. وفي الحالات المعقدة in complicated extreme cases the infection may cause complete detachment of the retina الانفصال التام للشبكية. لأن احنا قلنا الباراسايت الإصابة ممكن تكون subretinal space intraocular or extraocular eyelid and lacrimal gland. ففي الحالات المعقدة يعني أو ربما مثلا ما يسهل المريض أو ما تتعالج يصير انفصال تام للشبكية complete detachment of the retina. هذه صورة للcystic sarcosis of the eye واللي سمعناه قلنا أما ophthalmic أو ocular cystic sarcosis near the optic nerve misdiagnosed are retinoblastoma. هاي تسوي بلاستوما يعني أحيانا تشك بحالة ثانية يسموها ريتينوبلاستوما يشخصوها أطباء العيون أوفثالمولوجيست. الدايغنوسيس عندك هنا خطين للدايغنوسيس. الأدلت تشبه الكلام اللي يتعلق بالتينيا ساجيناتا اللي هي هم جنرال ستول اكزامينيشن نشوف الايج نشوف الجرافيت سيجمنت. طبعا الايج ما يعتمد عليها قلنا بالتشخيص due to the high similarity of with another species of tinea and echinococcus. وعندنا الجرافيت سيجمنت نعتمد على number of lateral uterine branch تخدمني واجي انطي قلنا successful treatment or successful medication can be differentiated the armed scolex. أسوي detachment أفصل الرأس ينزل كله مع الخروج وأقدر أشخص عن طريق شكل. إذا شفت روستيلم وهوكس أقول هاي تينيا سوليوم وإذا شفت ماكو لا روستيلم ولا هوكس يعني هاي تينيا ساجيناتا. السيرولوجيكال ميثود بالنسبة للأدلت وورم إنفكشن اللي هي التينياسز العادية نعتبرها little or no importance ما لها أهمية لأن الباراسايت قلنا non tissue invader. تخدمني وين السيروجيكال دايجنوسيس تخدمني بحالة الهيومن سيستي سيركوسيس. سيستي سيركوسيس دايجنوسيس اعتمد على سيروجيكال تيست ممكن انتيبادي سي اف اي تي الايزا انتيجين ديتكشن انزي. وعندنا هذه الاميجينج نيورو اميجينج دايجنوسيس مثل السي تي سكان الام ار اي بروفايد اوبجكتيف ايفيدنس اون نمبر اند لوكيشن اوف ذا سيستي سيركاي also their viability and severity of the host inflammatory reaction. اعتمد عليها ايضا بتشخيص الهيومن سيستي سيركوسيس. لحد هنا انتهت محاضرتنا طلاب عن التينيات. خلصنا يعني خلينا نقول الجزء الكبير من السيستود. بقت لنا ان شاء الله محاضره واحده بالسيستود نكمل بيها اللي الجزء المتبقي او بقيه الطفيليات اللي هاي منولبسنانه دمنيوتا دايبليديام كانينم ودايفيلوبوثريام. لا ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين الاسبوع القادم نكمل البارت الاخير من السيستود حتى وراها باذن الله نبدي بالنيماتود. اني كويستشن طلاب عندكم سؤال عندكم فقره تحبون اعيدها ربما تطرقنا لها سريعا. دكتوره بس هذا اللافر ستيج مال هي الورم يعني يقدر يتحول مباشرة أدلت بدون ما يصير سيست اكو حالة هيك؟ هو يتحول أدلت يعني بس ما يمر بالسيست ما يصير هذا السيست. لا لا لازم لازم هي اللايف سايكل. يعني احنا ليش نقول لايف سايكل يعني هسه مثلا الطفل من يجي على الدنيا يعني رأسا يمشي ما ترهم غير اول شيء يحبي وبعدين هاي فهي فتشي يعني تلقائي already
يعني لازم يتحول الى الادوار الوسطيه، وبعدين او اكو مضيف وسطي يدخل بالموضوع حتى يكمل، يعني اكو فد جزء من النضج مالته ضمن هاي الفتره، فلازم يتحول الى لارفال ستيج. وبعدين هو اصلا اللارفال ستيج قلنا يكون بداخله حاوي على انفاجينيتد سكولكس، بس يطلع لي برا ينبعج هيك، يطلع يبرز للخارج، يتشلب بواسطه الاتاتشمنت اورجان ويكمل النضج مالته، لانه هذا الانفاجينيتد سكولكس هو ويا شنو هي هاي المنطقه الصغيره اللي قلنا هي الجروث ريجن. النك ويا النك العنق اللي هي الجروث ريجن. فمن اكو جروث ريجن، من اكو عنق، يعني ها هي يقدر يكمل ادلت وور، يقدر يكمل الى ادلت وور، بس مجرد بمساعده الاتاتشمنت اورجان يكمل. وهذا الجروث ريجن او المنطقه اللي تنمو من عندها الريبيتد بروجلوتيدز، القطع المتكرره، يكمل بقيه الترانك او بقيه الجذع. تمام محمد؟ تمام دكتورة، اي واضح دكتورة. بس اكو شغلة بعد، هاي الحالة اللي قلنا اوتو انفكشن اللي هي ايه الانترنال والاكسترنال، تمام وهاي الحالة البيوض من راح تصعد للاستومك وسرعة تحلل وراح تطلع اللارفا، مو هنا لا يطلع الجنين. الجنين ايه ايه هو اللي يسمونه هيكساكانث مو ايه هيكساكانث امبريو. نعم دكتورة؟ بهاي الحالة ما راح يعتبر الانسان هو مصاب بأدلت وهذا الامبريو اثنيناتهم؟ ايه مو انا ليش قلت لك من مساله تبجيل قبل شويه، قالت من انا يعني قلت لكم انه الانسان هنا راح يشتغل مثل، يعني عفوا مثل الخنزير، مكان الخنزير. قالت لعد منو الفاينل هوست؟ انتبهت للسؤال مال التبجيل؟ قلت لها هو اي نفسه، سمعته. اي هو نفسه الهيومن هنا فاينل وانترميديت. اما يعني خلينا نقول شخصين، واحد فاينل يعني هيومن فاينل، وواحد مثلا خلينا نقول اسمه كذا والثاني كذا وسين وصاد، او هو نفسه يصيب نفسه، يعني هيترو انفكشن من هيومن الى هيومن، واحد فاينل وواحد انترميديت، والاوتو انفكشن هو يصيب نفسه نفسها، ماكو يعني هيومن اخر، ماكو مضيف اخر. اما انترنال انه ما تطلع البيوض برا، ترجع باي ريفرس بيرستالتيك موفمنت، او تطلع ويصير تلوث اصابعه اظافيره، هو ده ياكل ما يعني قله نظافه طبعا شخصيه، راح يصيب نفسه عن طريق يلوث الطعام مالته او الشراب مالته فيصيب نفسه. اثنينات نسميها احنا اوتو انفكشن، السيلف انفكشن، بس واحده انترنال وواحده اكسترنال، واحده تطلع برا البيوض وترجع للشخص عن طريق هو يلو يعني يصيب نفسه، او ما تطلع اصلا للخارج، ما تطلع مع الخروج، ما تطلع مع الفيسز، ترجع باي ريفرس بيرستالتيك موفمنت. المهم الشرط الاساسي وهي الخطوه اللي قلناها قبل شويه انه توصل الى الاستومتش، يعني هناك الجنين ما يتحرر الا بمساعده السبيشال دايجستيف انزيمز الموجوده بالاستومتش. واضح 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 دكتورة، شكرا. احد عنده سؤال، طلاب استفسار؟ دكتور نزلين الباوربوينت ان شاء الله هسه بس ننهي الاجتماع ان شاء الله الميتنج، ادز لكم الباوربوينت وادز لكم البي دي اف ايضا مالت المحاضره نفسها، هي نفسها بس زياده يعني بالاطلاع. ننهي طلاب، احد عنده سؤال استفسار؟ وبعدين ان شاء الله هم من تقرون المحاضره، اذا احد عنده سؤال بعد يعني بعد قراءه المحاضره هم انا حاضره يعني باي وقت. شكرا جزيلا لحسن اصغائكم، وطبعا اني اشكر الطلاب اللي لهم حضور وتواجد يعني اثناء المحاضره، واشجع واتمنى الباقين كلهم يكونون بهذا المستوى حتى بعدين لا حد يلوم ليش درجاتنا مو زينه او ليش ما جاوبنا، هو هذا السبب. انا دا اشوف نفس الاشخاص نفسهم هم درجاتهم زينه وهم نفسهم دا يشاركون بالمحاضره، مع الاسف الاخرين يعني ان شاء الله جايات، يعني ان شاء الله بعد عندنا فرصه لها زالت قدامنا. وأني أشكر حسن استماعكم، thank you very much. ننهي الاجتماع.